الخامس يعني صارنا تقريبا 7 أشهر 8 أشهر عمرنا هيدا الدير وكرسناه. اسم الدير هو دير الصليب بمنطقة مار قرياقوس قرقوش. عمرنا هيدا الدير من الحجر الصوان الصلب مع جاص والسقف عملناه يعني عقدناه عقادة للطابو. وكمان نفس الوقت التليسة تبع الحيطان هي يعني أول مرة بنعملها بالعراق تبن مع رمل أصفر مع ترابة بيضة. يقول الخلطة هاي أول مرة تصير بالعراق. نعم. تبن مع رمل أصفر مع تراب أبيض. ترابة بيضة اللي هي مثل تشمنتو بيضة. تشمنتو بيضة. عرفتي كيف؟ هذه في إلى مقادير يعني تنعمل تنخلط وبتليس فيها الحيطان. هسه هنا الرهبان هم عايشين هنا وهسه هاي الكنيسة الكابيلا الكنيسة على اسم الكابيلا على اسم مار قرياقوس وامه يوليطا الشهيدة. أخذ لي الحيطان السقوف هنا نريد نشوفكم هم عايشين حياة رهبنة. ماكو اي كهرباء معلومه على الفوانيس عايشين ماكو نت يعني كلها حياه بسيطه. شوفوا كل شيء حتى الكنيسه من الداخل الستاند مالت المذبح بالخشب من الخشب كله خشب يعني كله خشب احنا عملناه بايدنا. هسه راح ندخلكم سيف اخذ لنا السقوف اخذ لنا هذا كله طابو عمره شيء 200 300 سنه واكثر يمكن لانه هيدا جبناه من القصبه القديمه الطابو كله ماخوذ من القصبه القديمه. انبنى الدير عمره هسه الافتتاح ماله صار له 8 أشهر. هسه راح ندخل الغرفة الضيافه الضيافه مالت هنا غرفه الضيوف مالت الرهبان. شوفوا غرفه وطبعا حتى الاثاث سيف بالله شوفهم ما شوف البساطه هاي الاثاث مالتهم هنا في المكتبة شقد بسيطة لو سامان وصل مصورنا سامان نقدر نطلع نروح على سامان صيد قدامنا راح ندخلكم للمطبخ مال الدير يعني صراحة شيء مفرح. سامان ادخل سامان شوف قلنا هم ما عندهم كهرباء ركز لي على الحب مال المي ادواتهم فخاريه سامان ركز لنا على الجدوره الفوق كلها دا يستخدمون فافون كهرباء ماكو قلنا كلها على الاضاءه على الشموع. ابونا منين اجتك هاي الفكره شوف البيبان ما احنا الرهبنا القانون تبعنا منعيش يعني حياه يعني القديمه يعني تبع يعني اذا يرجع الواحد 100 سنه 200 سنه لورا هيك كانوا الرهبان بيعيشوا يعني الطبيعه بعد ما كان في كهرباء لا في القانون تبعنا هيك يعني القانون. الرئيس العام هو اللي طلب منا نعيش هيك الرئيس العام لانه هو هنا يعتبر للمارون اللي نعم. هو تابع للسريان الكاثوليك هلا احنا طائفه السريان طائفه السريان صورت لي بالله غرفه هاي غرفه اللي يعيش بيها الراهب وشوفوا السقوف انبنى كله بالحجر للقصبة القديمة البيوت المنهارة بالقصبة القديمة انبنى السقف مقوس عقادة هاي أيضا غرفة منام الرهبان وإنه دا يقول القانون صار شوفوا الكارتون اللي هو باتجاه الحائط حماية لهم انطلب منهم انه يبنون بمكان ويعيشون به
وكأنه قبل 200 عام. صراحة هو شيء مفرح. الديار أخذه فدي ناخذ فيو على المكان.